67 بيقول لي which of the following statements is not true بالنسبة لل LH. يعني مين الجملة الغلط واختارها. انا عشان ما بحبش احتار ولا اتلخبط دايما باجي جنب اي سؤال MCQ ايه صح دي صح دي صح دي غلط يبقى اختار دي. لما الاقي 3 صح واحدة غلط اختار الغلط، ولما الاقي 3 غلط واحدة صح اختار الصح. يعني دايما بشوف مين صح ومين غلط واختار الاجابة المختلفة عشان ما احترش، تمام، او عشان ما اتلخبطش. بالنسبة لل LH، ال LH ده بيحصل له inhibition by the rising level of progesterone. هل progesterone لما بيقعد يعلى 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 كده هتلاقي ال LH بينزل ينزل ينزل من الناحية التانية؟ ليه؟ عشان خاطر بيبقى فيه negative feedback بيقلل الليتينايزن هرمون. البروجستيرون ده من اسمه هو الهرمون المسؤول عن الحمل. بروجستيرون يعني بروجستيشن يعني من قبل الحمل. هو دايما الفانكشنز بتاعته اي حاجه بيعملها بيبقى غرضها واحد، الحمل، البريجننسي. تمام تمام. طيب من رايك هل لما يزيد البروجستيرون اللي هو غرضه الحمل ايه علاقته بالال اتش؟ الال اتش ده والله necessary for ovulation. طيب بالنسبه للاوفيليشن علاقته بالحمل، هل احنا اثناء الحمل محتاجين اوفم يحصل لها اوفيليشن ثم فيرتلايزيشن ثم يحصل حمل تاني فوق الحمل؟ لا، يبقى من المصلحه ان البروجستيرون ينهبت الال اتش. تمام. طب هي كانت فين موجوده؟ فين في الكتاب دي يا منار؟ لحسن ممكن تكون انت بتفكري غلط. موجوده اهي في صفحة 83 البروجستيرون. قال لك اهي الفانكشن بتاعه على البرايمري سكس اورجان يعني الاوفريز انه بيقلل ال اتش عشان ينهبت الاوفيليشن. اصل ده هرمون دايما غرضه ايه؟ الحمل، واحنا مش عايزين يحصل اوفيليشن عشان مش عايزين يحصل حمل فوق الحمل. ماشي، اوفيليشن وفرتلايزيشن وزي جود جديد، او مش شرط عشان الحمل برضه، عشان السكريتوري فيز من المنسترا سايكل اللي هي البروجستيرون فيز. تمام، بيبقى غرضها خلاص ان احنا بنهيئ الاندوميتريوم. تمام، مش وقته بنهيئ الاندوميتريوم لاوفم اوريدي موجوده. البروجستيرون ده البروجستيرون فيز بتبقى البوست اوفيلاتري. تمام، فهو بيبقى بيحضر الاندوميتريوم في واحده مش بريجننت، بيبقى هو المسؤول عن السكريتوري فيز يعني بوست اوفيلاتري فيز، فبيبقى هو مسؤول ان بيحضر الاندوميتريوم لاوفم اوريدي حصلها اوفيليشن. فمش من المصلحه انه يعلي ال ال اتش اللي هيعمل اوفيليشن تاني. طب ليه؟ احنا اوريدي معانا اوفم عايزين نظبط لها الدنيا. تمام، يبقى ده كده في واحده حامل او مش حامل. يبقى رقم ايه صحيح؟ رقم بي، الليتينايزر هرمون ده نيسيسري عشان تتحول اليوتيل سيلز لفوليكولار سيلز. ثواني كده، هي ايه الليتيل سيلز؟ السيلز بتاعت الكوربس ليتيه. يبقى معلش كده سامحني على هذه الرسمه العجيبه، ده كده اعتبره الكوربس ليتيه ليتيل سيلز. طب ايه الفولوكيولر سيلز؟ بتاعت الماتشور فوليك او الفوليك العاديه، ادي فوليك ايه وجواها الاوفم على جنب. هل بالله عليك الليتيل سيلز او الكوربس ليتيه بيتحول لفوليكل ولا العكس؟ احنا قلنا الليتيل سيلز نقصد بيها الكوربس ليتيم، والفوليكولار سيلز نقصد بيها ايه؟ الفوليكل، سواء الماتيور او الماتيور بقى. ماشي، فوليكل صغيره او اوريدي كبرت. هل في حاجه اسمها ان الليتيل سيلز تتحول لفوليكولار سيلز؟ لا، دي الجمله اصلا غلط. تمام، بس لو حابين نصححها هعكس، احول الفوليكولار سيلز الى الليتيل سيلز، تبقى دي كده نشيلها وتتحول الفوليكولار سيلز لليتيل سيلز. هيبقى ال ال اتش المسؤول عن كده؟ مش ال ال اتش هو المسؤول عن الاوفيليشن؟ صح، يبقى لما يحصل اوفيليشن لهذه الفوليكل، لهذه الفوليكل تتحول الماتشور جرافيوم فوليكل بعد الاوفيليشن الى كوربس ليتيم. فاحنا لو بدلنا فوليكولار سيلز الى ليتيل سيلز تبقى الجمله صح. ماشي، طيب رقم سي، ال LH ده necessary for the development and maturation of corpus luteum. هو كذا مرة في الأسئلة يجيب كلمة development and maturation بتاعت corpus luteum، وأنا أفتكر إن الهرمون المسؤول عن development and maturation ده اللي هو الهيومن كوريون جنادوتروبين.
وسألت عنها. أتري دايما لما بيجيب development maturation بيبقى قصده مين؟ بيبقى قصده على الليتينايزين هرمون. بيبقى قصده بكلمة development maturation هي الفورميشن أصلا، الفورميشن بتاع الكوربس لوتيم. طب هل بالفعل الليتينايزين هرمون ده هو المسؤول عن الفورميشن بتاع الكوربس لوتيم؟ آه، زي ما احنا قلنا إن mature graafian follicle لما ال LH بيجي يعمل لها ovulation بتتحول لكوربس لوتيم. إذا ما لو ما فيش LH، إذا ما فيش ovulation، إذا مش هتحول mature follicle إلى corpus luteum، إذا مش هيبقى فيه corpus luteum، تمام؟ يبقى هنا يقصد it is necessary for development and maturation، يقصد الformation بتاع corpus luteum، فهتبقى رقم C صح، تمام؟ ولو إني أول ما قرأتها قلت development and maturation إن corpus luteum doesn't generate، بالعكس يفضل موجود ويكبر أكتر، يبقى المفروض هرمون الحمل اللي هو الهيومن كوريونيك جونادوتروبين، تمام؟ بس كذا مرة الكتاب يستخدم لفظ development and maturation بتاع corpus luteum ويقصد بها الفورميشن، يقصد بها ان الليتينايزين هرمون هو اللي بيعمل ovulation فيتكون corpus luteum، تمام؟ طيب يبقى رقم دي، يبقى مبقى لنا رقم دي ال LH طبعا مسؤول عن ovulation، دي جملة عارفينها من احنا صغيرين. طب انا عندي 3 اجابات صح وواحدة غلط، اختار الغلط هي رقم